الحديث الأخير حديث عائشة في قصة الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان إذا صلى بهم رضي الله عنه يختم بقل هو الله أحد، يكررها في كل ركعة يختم بها، فأشكل ذلك على الصحابة الذين معه، فلما رجعوا ذكروا خبره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سلوه لأي شيء فيه يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها أي سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص صفة الرحمن، يعني ليس فيها إلا وصف الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الآن الصحابي يحب هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، ويحب أن يكثر من القراءة بها لأنها أخلصت لبيان صفة الرب، فكان ذلك موجبا لمحبة الله له وموجبا لدخوله الجنة، وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة جليلة تتعلق بهذا الباب، وهي أن محبة العبد لأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما توجب هذه المحبة من عناية بهذه الأسماء من موجبات نيل محبة الله ومن موجبات الفوز بجنته سبحانه وتعالى. نعم.